بطل عالمي ومثل مصر. هو عنيد وقوي ويعني عايز يثبت لذاته ان هو يقدر يعمل كل حاجة، فهو الحمد لله يعني بيستجيب وبيحب الكابتن بتاعه وبيسمع كلامه. مع الظروف اللي عمر فيها يعني بصراحة بسم الله ما شاء الله، يعني حاجة كويسة جدا، لأن أنا شايفه بيتحدى نفسه زي ما حضرتك شفت إن هو عقدته صعبة جدا في موضوع السباحة، ولكن الإرادة اللي عنده بتجعله إن هو إن شاء الله بطل وهيمثل مصر في وضعه وفي عقدته دي، إن شاء الله هيمثل مصر قريب إن شاء الله.